السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الصوت والصورة واضحين؟ الشاشة واضحة؟ طيب نبتدي بإذن الله. طيب توكلنا على الله. كيس نمبر 1 9 years old male. الليجنز اللي عنده دي ابتدت 4 years ago with no history of consanguinity. حد بقى ايه هيوصف لنا الليجنز زي ما احنا متعودين دايما كده، يقول لنا ايه اللي احنا شايفينه ده؟ تمام يا مرام. سارة، سارة. اي يا سارة. on the side of the neck. yes. تمام. So far هو ده الليجن اللي انت شايفاها دي كده، اوكي؟ ماكيوز هايبر بيجمنتد اون ذا سايدز اوف ذا نيك وعلى اللور فيس. كملي بقى يا ساره. ايروجنز. خلينا نقول في ايروجنز اللي خلانا نقول انها. طب الايروجنز والكراستيشنز دي ها انديكيتيف لايه؟ احنا دايما بنقول كراست معناها ان في ايه؟ في فلويد. في فلويد بالظبط كده. احنا هنا مش شايفين ان دي فيزيكال اهي. This lesion isn't a physical. Okay. Those lesions aren't physicals. Okay. Those اللي انا عماله اشاور عليهم they are all the new lesions. دي كل دول physicals. تمام كده؟ Okay. طيب let's have another picture لل both forearms والarms. هنلاقي lesions bilateral and symmetrical. صح؟ طيب هل في حاجة كده نقدر نوصفها مميزة للليجنز دي؟ شكلها عامل ايه؟ حلو. يعني الأول نقول انها انيولر. حلو. arranged in annular distribution. تمام. دي ده تشبيه تاني بقى. خلاص انت كده وصلت للدايجنوز. برافو. هسه احنا خلينا ايه واحده واحده عشان اللي لسه ما يعني ايه بيشوف معانا في الاول. اوكي. الليجنز اللي احنا شايفينها كلها انيلر صح كده. الفيزيكلز ارينجد ان انيلر ديستريبيوشن. حتى ايفن الهايبر بيجمنتيشن اللي ليفت هتلاقوه واخد انيلر ديستريبيوشن صح كده. دي بقى نيو ليجنز اللي كانت موجوده. انا خليتها للاخر برضو عشان ايه ما احرقش الحاله. اللي اراوند ذا امبلايكس شايفينها هي اركويت وايه وانيولر ليجنز والفيزيكلز على بالظبط كده على البريفري. اوكي. اللي هي زي ما زميلتكم مين اللي اتكلم وقال الكلاستر اوف جولز. غاده. ازيك يا غدود؟ وحشتيني والله يا غاده. وحشاني جدا جدا والله. انت وحشتيني اكتر يا جميل. تمام. انا بقول غاده على طول حرقتها. ماشي يا غاده. اوكي يا قمر. طيب خلاص بقى your clinical differential diagnosis. خلينا بص نفكر من تحت لفوق. اي حاجه ممكن تعمل المنظر ده مش لازم strictly الحاجه اللي في بالنا. ها ايه ممكن يعمل كده؟ physicals. اوكي. و ends with مفيش crustation بس hyper pigmentation وجايه في child. هي طيب. ها other than chronic other than CBDC. ها ايه طيب. هو احنا قلنا طبعا ماشي انت بتقولي على اساس الايدج صح، بس احنا قلنا ان هي 4 years duration وهو about 12 years دلوقتي. يعني هي ابتدت مثلا على سن ايه 8 سنين right which is not common for epidermolysis bullosa right. This is number one. Number two طبعا الارينجمنت اللي هو جاي في ايه في انيولر او كلاستر اوف جوز دي مش كاركترستيك ل الابيدرموليسيس بولوزا. بسايز الابيدرموليسيس بولوزا بتيجي ات سايت اوف تروما. اوكي. واعتقد الهيد اند نيك از نوت ا سايت اوف تروما. هو مش ماشي يخبط في وشه. اوكي. ماشي لو قلنا الهاندز ا سايت اوف تروما، الفيس والنيك ار نوت سايت اوف تروما صح كده. ف يعني طيب احنا بس بنتكلم عشان يعني نوصل لدايجنوزز مع بعض. برافو عليكي. سب كورنيال باستولر درماتوزز. الحاجه الثانيه اللي هتدي نفس المنظر ده الانيلر ليجنز وفيزيكلز. اوكي. وبرده اتهيل وذ هايبر بيجمنتيشن هي السب كورنيال باستولر درماتوزز. هو دي الحاجتين اللي يتحطوا هنا. بس السب كورنيال باستولر درماتوزز دي بتيجي اكتر
في الميدل ايج في ميلز، تمام، ما بتجيش في التشايلد هود، وان كان الجلديه بالظبط كده وفي الفليكشرز، وبيبقى فيها حاجه كاركترستيك قوي لو حد قالها يبقى شاطر. انا عارفه ان الشباب عندي في الحوض المرصود الهايبوبيون اللي هو ايه ليفل فورد، ايوه كلكم شاطرين ما شاء الله. اوكي تمام، يبقى في هايبوبيون اللي هو الليفل بتاع الباس اللي هيبقى موجود دايما، الجرافيتي بتنزله صح يا غدود في اللور بارت اوف ذا بول او يعني ذا فيزيكال، تمام، اللي بيخلينا نشوفها كانها ايه مترسبه لتحت. اوكي طيب، هي عموما ما بتطلعش في الايدج ده، وان كان زي ما بقول لكم الجلديه ملهاش كبير يا جماعه، اي حاجه ممكن نشوفها في اي وقت. اوكي رير ماشي، بس يعني ذا كومن از كومن. احنا الاول ندور على الحاجه المور كومن في الايدج ده which is CBDC، تمام. اللي قال epidermolysis bullosa، طبعا epidermolysis bullosa احنا قلنا له لا ليه، تمام كده. طيب احنا عايزين نميز ما بين الاثنين، اذا احنا ايه مش لسه مش متاكدين، ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن تتعمل؟ بايبسي وحاجه تانية ولا immunofluorescence؟ بايبسي وimmunofluorescence. احنا اتفقنا ان اي حاجه immunobullous لازم يتعمل لها ايه بوث بايوسي. احنا بنتكلم بقى ايه علميا، مش بنتكلم بقى انت مقدرتك هتعمل ولا مش هتعمل، انا بتكلم الصح ايه ان احنا هنعمل الاثنين، هنعمل بايوسي وهنعمل اميونوفلوريسنس، صح كده. الاميونوفلوريسنس بيتاخد من الليجن ولا بيريليجنال زي ما انا كاتبه؟ بيريليجنال. طيب اللي رد على، استنى بقى دكتور محمد، دكتور محمد هيقول لنا ليه بيريليجنال. دكتور محمد فتوح، ايوه شوفوا شوفوا شباب المنشاوي يا جماعه، ها شباب الحوض المرصود، شوفوا شباب المنشاوي ما شاء الله عليهم اهو، تمام. اسيوط كمان برضو ما شاء الله. تمام اوكي، يبقى احنا عندنا بيري ليجنال لان لسه مش كونسيومد، الميونوجلوبولينز ما حصلهاش كونسامشن، تمام. فلما نيجي ناخد الميونوفلوريسنس لازم يبقى بيري ليجنال، ما يتاخدش من حته حصل فيها اكزوجن، انت هتاخد من نفس الليجن تاخد لها البايوبسي، اوكي، اللي هو هتعمله في ايه في فورمالين. اوكي بس لازم تاخد عشان برضو اللي عايز يعرف ازاي ياخد بلاستر، لازم تاخدها كلها. اوكي يعني ما تقصليش منها حته، انا عايزها تبقى كامله. اولا تاخد نيو ليجن، ما تاخدش ليجن بقالها فتره عشان ما يبقاش فيها باس، وانت كده ضيعت الانفلاماتوري سيلز اللي موجوده، ما شفتش ايه اللي موجود، هتلاقي في الغالب نيتروفيلز. اوكي وفي نفس الوقت تاخدها بحالها، ما تاخدش جزء منها، تمام كده. طيب هنلاقي المنظر اللي احنا شايفينه ده، غاده بقى او وفاء هيقولوا لنا ايه اللي متشاف هنا، ها ده ايه ده؟ اي ساره ده، لا الاول احنا عندنا كليفت، في كليفت سيباريشن او كليفت او كليفج، فين انترا ولا سب ابيدرمال؟ ها غدود غدا سب ابيدرمال صح كده، الابيدرمس قدامك سليمه اهو، والفلويد او الكليفج اللي حاصل سب ابيدرمال صح كده، تمام. طيب الاذى بقى يعني خلاص احنا قلنا انها سب ابيدرمال، يبقى احنا دلوقتي مش هندور غير على حاجه واحده which is the inflammatory infiltrate. ايه نوع الانفلاماتوري انفلتريت اللي موجود هنا؟ نيوتروفيلز. عرفناها ازاي؟ الدست اللي موجود، اوكي قلنا قبل كده ايه البعره والبعير والحاجات اللي احنا قلناها دي، فين الشباب بتوع الحوض المرصود، تمام. شو قلنا ان احنا لما نلاقي عندنا نيوكلير دست يبقى معناها كان هنا في نيوتروفيلز، بسايز ان اللون الاحمر ده اللي موجود برضو في ايه في موست اوف ذا ليجنز، اوكي طبعا بس هي الصوره مش كلوز اب قوي، بس طبعا هي باينه انها نيوتروفيلز وان ده نيوكلير دست، تمام. يبقى احنا عندنا نيوتروفيلز سب ايبيدرمال بلاستر وذ نيوتروفيلز، اوكي. طيب الاميونوفلوريسنس كونتينوس اي جي اي ديبوزيت عند الديرمو ايبيدرمال جانكشن، كده يبقى الدايجنوزز لينير باترن، اه بالظبط كده، يبقى كده يور فاينل دايجنوزز از سي بي دي سي، تمام. مش هتمشي سب كورنيال باستولار درماتوزز، ليه بقى؟ سب كورنيال باستولار درماتوزز هيبقى شكلها ايه كلينيكالي باثولوجيكالي سوري، هنا في الديفرنشيشن بقى سب كورنيال بولي سب كورنيال كليفت ويز نيوتروفيلز صح كده، هي فيها تو تايبس، احنا عندنا ايه تو، لا ده هي وان تايب سب كورنيال صح سوري معلش، ده الثانيه الاي جي اي بيمفيجس هي اللي فيها وان
subcorneal type والتاني انترا ابيدرمال تايب، تمام. انما هي دايما subcorneal وهيبقى فيها نيتروفيلز، تمام. ومش الاميونوفلوريسنس هيبقى فين؟ مفيش في اميونوفلوريسنس اساسا، صح كده؟ كنت عايزه الخبطكم في اميونوفلوريسنس يا شباب مع حالات السبكونيال باستر درماتوزز. لا صح، تمام. ايه بقى سي بي دي سي؟ اس ان اكوايرد سيلف ليميتد بولس ديزيز، ات كود ستارت فروم ايج 2 تو 14 ييرز وير ات يوزوالي ريميتس، عاده باي ذا بيوبرتي كده او بعديها بشويه بيحصل ريميشن للليجنز. البولي اوكر اون ايذر ايريثيماتس اور نورمال سكن، بيري اورال سكالب ليجنز، جينيتالز، باتوكس، لور لمبس. ممكن تيجي في بعض الناس 75% بيقول لك بتيجي في الاورال ليجنز، الحقيقه انا ما شفتش اكتر من 25% من الحالات بيجي معاها اورال ليجنز، تمام. بس الكتب بتقول كده يعني، اوكي. بولي ار اوفن ارينجد ان واتس كولد طبعا سترينج اوف بيرز كونفيجريشن، تبقى تنس وبريوريتك سيفيرلي بريوريتك. باثولوجيكال اكزامينشن شو سب ابيديرمال بولي اللي احنا قلنا عليه ده خلاص. المين تارجت بروتين هو 97 كيلو دالتون بيبتايد، بس ممكن برضو البولس منفيجويد 230 او البولس منفيجويد 180 ار اولسو انكلودد، بس المين بروتين هو 97 كيلو دالتون بروتين بيبتايد. التريتمنت اللي جنبه حد عامل دوشه يا جماعه، شيماء. اي التريتمنت طبعا دابسون، سلازوبايرين، سلفا بايريدين، كولشيسين، كل الحاجات دي ممكن. ممكن ندي سيستميك ستيرويد. الدراج اوف تشويس ان احنا ندي حاجه من الفيرست لاين اللي احنا قلناهم دول، اوكي. السيستميك ستيرويد ده السكند لاين، مايكوفينيليت موفيتيل او دوكسي سايكلين. كيس نمبر 2 ركزوا معايا بقى. حد يوصف لنا ده 6 years old boy الليجنز على الاير of 2 months duration، ودي كانت الفيرست اتاك بتاعته. حد يوصف لنا الليجنز بقى؟ سارة تاني؟ لا حد تاني بقى. انا عارفة انك شاطرة يا سارة. نشوف حد تاني بقى يا جماعة، حد تاني يتطوع يوصف لنا الليجن. فين دكتور علي؟ يا علي اين انت؟ طب اميرة، يا اميرة خلاص قولي انت يا سارة، قولي يا سارة. تمام. Involving the ear, the helix, okay. Even the external ear من جوه مش بس الhelix is affected لو تاخدي بالك، صح؟ تمام. دي ال other ear. Tip of the nose. Neck. Forearm. Both forearms. الليجنز اللي على الفور ارمز هنا دي يا ساره ايه؟ انا شايفه في اريثماتوس بابيول، تمام. وايروجنز معناها ان في ايه برضو فيزيكلز، اوكي. يعني في بابيولو فيزيكولار ايروبشن، تمام. واخد الايه بايلاترال سيمتريكال على الدورسم اوف او الدورسا اوف بوث فور ارمز، صح كده؟ طيب واتس يور كلينيكال ديفرنشال دايجنوزس؟ حد غير ساره بقى؟ تمام يا شيماء، polymorphous light eruption. What else؟ مال فين إكرام؟ وفين رشا؟ وفين علي؟ وفين وفاء؟ أيوة أيوة اطلعي كده، اظهر وبان، هيدروا. ها ايه تاني؟ ها قولي قولي، ما يهمكيش، قولي يا رشا. طيب هنتكلم عنها بس حلو ان انتي قلتيها عشان ندسكس ات، اوكي. ها وات ايلس؟ اكيد وفاء مش موجوده. وفاء فين؟ ايوه ايوه، مين اللي قال الجوفينايل سبرينج ايربشن؟ اميره. ايوه اميره، برافو. ها ايه تاني؟ ايوه which type of porphyria اللي هنحطه هنا؟ erythropoietic protoporphyria، بالظبط كده بالظبط. احنا ده اللي انا حطيته، الهيدروا
juvenile spring eruption, polymorphous light eruption, actinic prurigo و erythropoietic protoporphyria. هي انا ما حطيتش ال relapsing polychondritis لان relapsing polychondritis is a connective tissue disease. تمام. وبيجي mostly في الميد ايج females, مش في الchildren في الايج ده. اوكي. وزي ما انتم شايفين ده related اكتر للphoto exposed areas, فاحنا هنفكر في الفوتو ايه induced dermatosis, مش هنفكر في حاجه connective tissue disease زي الايه relapsing polychondritis. والتاني ممكن طبعا هي دي ذا فيرست اتاك, احنا متفقين, انا قلت لكم this is the first attack. بس بالنسبه للrelapsing polychondritis الايج اوف اونست مش هو. وبعدين احنا مش بس واخدين الكارتليجز, يعني الدنيا مش بس واخده مثلا الاير والنوز, لا ده هي واخده كمان الكوتينيوس اسبيكتس بتاعه السايز اوف ذا نيك, واخده الدورسا اوف ذا فور ارمز, صح كده؟ تمام. هي رشا, رشا مقتنعه؟ طيب احنا بقى عايزين نشوف مين فيهم اللي هتمشي اكتر. اوكي. فور مي انا ذس از هيدروفاكسيني فور مي. ليه؟ اوكي. بالنسبه هنفندهم واحده واحده. الجوفينايل سبرينج ايربشن اوف ذا اير هي ات مينلي افكتس ذا ايرز. اوكي. ات افكتس بويز موستلي, وبتيجي في السبرينج تايم وبتديسابير باي ذا سمر لانه هيحصل هاردنينج للسكن. اوكي. هي عموما بتبتدي كده وعاده ما بتسيبش وراها اي لابتس ولا سكارز ولا وات ايفر. البوليمورفوس لايت ايربشن, البوليمورفوس لايت ايربشن طبعا هو بيتسمى بوليمورفوس لانه هو ممكن يجي في كذا شكل, ممكن يجي بابيلو فيزيكولر, وممكن يجي بلاكس زي بتاعه ال اي. اوكي. ممكن يجي ارتيكيتد ويلز, ممكن يجي اي حاجه من المناظر دي, بس عاده في نفس البيشنت يبقى نفس المنظر. يعني مش هنلاقي عند نفس البيشنت بابيلو فيزيكولر وفي نفس الوقت هنلاقي عنده مثلا بلاك, لا هي حاجه واحده في البيشنت ده, بس احنا ممكن نشوفها بكذا صوره. وهي دايما بتحب الفوتو اكسبوزد ارياز. تمام. يعني الفيس, الهيد اند نيك, الفيس والنيك سوري, الاكسبوزد ارياز من الابر لمس او اللور لمس لو كانت مكشوفه, الفي شيبد اريا, السان اكسبوزد ارياز. بس برضو نلاحظ حاجه مهمه قوي مع البوليمورفوس لايت ايربشن, انها برضو بتبتدي في بدايات السبرينج, ومع يعني ما ندخل شويه في الصيف الدنيا ممكن ايه بتتحسن شويه مع الهاردنينج اوف ذا سكن. الهيدروفاكسينيفورمي ات دازنت امبروف وذ سمر, هي موجوده على طول بس بتزيد اكتر في السمر. اوكي. وعاده بنسميها هيدروا فاكسينيفورمي عشان لها ريليشن, شكلها عامل زي بتاعه التشيكن بوكس فيزيكلز وانز باي سكورينج. تمام كده. هي بتحب الاماكن اللي احنا شفناها دي كلها, يعني بتحب الهيليسز اوف ذا ايرز, التيب اوف ذا نوز, والدورس اوف ذا هاندز, والسايز اوف ذا نيك. اوكي. طبعا في الفيرست اتاك مش هتكون لسه عملت حاجه سيب سكورينج, بس مع الريكرنت اتاكس هيحصل سكورينج, which is pitted scars او اللي احنا بنسميها ايه كاربوكس سكارز. طيب يتبقى لينا الاريثروبويتيك بروتوبورفيريا. الاريثروبويتيك بروتوبورفيريا is a type of بورفيريا فيها autosomal dominant و autosomal recessive types. both هيبقى اهم كاركتر ليها ايه كلينيكال يا شباب؟ ها؟ ال infant cries very يعني harmfully لما يتعرض للشمس for few minutes. اول ما هي امه تيجي تقول لك كده, الولد اول ما يطلع في الشمس يعيط يصوت. تمام. في سيفير بين من الالترا فايلت العاديه. تمام. ال ايفن الويندو جلاس لايت اللي هو يعني اللايت العادي, مش الالترا فايلت اي ولا بي, بيعمل له بينيشيت الليجنز عنده. وبيحصل ايه كمان, بيبقى فيه فيزيكلز طبعا. اوكي. وبعد كده بتدي واكسي ديسكولوريشن بس ليتلي, يعني طبعا في الايرلي انفنت بيريود بيبقى فيه اريثيما وفيزيكوليشن في الاريز اللي هي اكسبوزد. تمام. ليتلي هتبقى منظرها عامله زي ايه, انا وريتكم حاله قبل كده, لايبويد بريتينوزس. برافو. هيبقى واكسي وايتش بلاكس وسكارز موجوده على الاكسبوزد اريز. تمام كده. فذيس از نوت ذا كونديشن. اوكي. طيب ايه الانفستيجيشنز, احنا عايزين نفرق مين من دول, او ايه اللي ممكن نعمله عشان نفرق ده او ده او ده. في حد مشغل التلفزيون يا جماعه؟ يا ريت اللي مشغل التلفزيون يطفي او يعمل نفسه ميوت. هل الانفستيجيشنز ممكن تتعمل يا شباب, بما اننا فكرنا في الاريثروبويتيك بروتوبورفيريا الاول؟
لا ندور على ايه البرفرنس في، لا في اليورين برضو. ها ها هزعل، في الستول ده اصلا الايه اللي احنا بندور عليه البروتو بورفرين، البروتو بورفرين 9 ده اصلا مش دي سول، مش سوليبل ان ووتر. فاحنا ايوه ده هندور عليه فين؟ في الستولز او في الار بي سيز، تمام. فاذا ما لقيناهوش يبقى احنا مش بنتكلم على اريثروبويتيك بروتو بورفيريا، صح كده؟ هو الانزيم اللي ديفيشنت هنا ايه لو هي اريثروبويتيك بروتو بورفيريا؟ فيروكيلاتيز، برافو، تمام. طيب يبقى احنا دورنا على البورفرينز وما لقيناهاش، وعملنا تيستنج بالالترا فايلت اي. لو انت عندك الترا فايلت اي في العياده ممكن تعمل لها اكسسوربيشن، لو تيجي تعرض حته هيدن للالترا فايلت اي هيحصل نفس الليجنز تتكون تاني، اوكي؟ ده يحصل ريكرنس اوف ليجن، بس طبعا انت ده كده هتاذي العيان يعني، انت اوكي هو تيست بس تيست مؤذي قوي يعني، اوكي. وفاينالي البايبسي. طيب احنا شفنا ده في الباثولوجي بتاع العيان، حد يوصف لنا بقى؟ غادة، بما ان وفاء مش موجودة النهاردة. لا الاول فين؟ في الابيدرمس ايه؟ في ايه والدرمس؟ ركزي كده غادة، الابيدرمس ده في ايه؟ سبونجيوزز، تمام. السبونجيوزز هنا سيفير لدرجة ان احنا ممكن يكون عمل هو فيزيكيليشن، وبعدين هنا عندنا حتى الديرمس فيه ايه؟ ديرمال إديمة. يبقى احنا عندنا الابيدرمس تقريبا اللي بيكلموا بعض يا شباب بليز. طيب يبقى احنا عندنا الابيدرمس فيه سبونجيوزز والديرمس فيه ايه؟ إديمة، اوكي، with infiltrate severe heavy infiltrate of lymphocytes زي ما احنا شايفين هنا، تمام. وايفن حصل نيكروزز للابيدرمس. انت شايفه الابيدرمس يا غاده؟ واضح، مش تحس ان هو ريتيكيوليت كده زي ما كان بتوع الفايرال، صح كده؟ حصل نيكروزز، نيكروزز ريتيكيوليت نيكروزز حاصل في الايه؟ في الابيدرمس من كتر الاسبونجيوزز اللي حاصل، تمام. ده انا جايبه لكم البوليمورفوس لايت ايربشن فور كومباريزن. ايه اللي حاصل هنا؟ يعني اكانثوزز وايه واكزاجيريشن شويه في الابيدرمال اليمنت مع ليمفوسيتيك انفلتريت اراوند سوبرفيشال وايه ديب اراوند ذا بلاد فيسلز، سوبرفيشال وديب ادنكسا والبلاد فيسلز. زي يقرب لي الصوره من ال اي، صح كده؟ المنظر بتاع ال اي اذر ذان ان الديرمو ابيدرمال جانكشن بيبقى فيه ثيكنينج، هنا ما بيبقاش فيه ثيكنينج في الديرمو ابيدرمال جانكشن، تمام. يبقى البوليمورفوس لايت ايربشن ما فيهوش الاسبونجيوزز اللي احنا بنشوفه في الهيدروا، اوكي، ولا الايه الايديما اللي حاصله في اللي هو بس انفلاماتوري ليمفوسيتيك انفلتريت مينلي سب بتاع ده بيري ادنكسل وبيري فاسكولر. طيب يبقى الدايجنوزز هنا هيدروا فاكسينيفورمي. ايه هي؟ سافيري رير كرونيك. انا على فكره في حاجه بس عايزه اقولها لكم كده ملحوظه صغننه، البوليمورفوس لايت ايربشن يا جماعه بما اننا اتكلمنا عنها في البدايه، بوليمورفوس لايت ايربشن ممكن في البدايه، في البدايه الناس اللي عندها استعداد فور الاي تبتدي بان يجي لها بوليمورفوس لايت ايربشن، والموضوع يتكرر فور ييرز بيفور ذي هاف ان اونست اوف سيستميك الاي او ديسكويد الاي، تمام. ناخد بالنا من الحته دي. حتى ايفن 10-20% من البيشنتس وذ بوليمورفوس لايت ايربشن بيبقى عندهم بوزيتيف انتي نيوكليير انتي بودي، تمام. النقطه دي مهمه قوي، وهتلاقي عندهم في الغالب وان ممبر فاميلي هيستوري يعني اوف ال اي ديسكويد او سيستميك او سب اكيوت، اوكي. فالحته دي مهمه، لو لقينا في فاميلي هيستوري والانتي نيوكليير انتي بودي طلع بوزيتيف تابع العيان ده عشان ما تستناش لما يجي له ال اي، تمام. معايا يا شباب يا جماعه سامعيني؟ طيب الهيدرو فاكسينيفورمي از ا فيري رير كرونيك فوتو ديرماتايتس. على فكره الرابط هيضيع مننا فاحنا هنخلص بسرعه عشان قبل ما ايه ما يقع. With onset in childhood period, the boys and girls are equally affected. The ear, nose, the cheeks, the extensor arms, زي ما شفنا. The pathology اللي احنا شفناه مش هنعيده تاني. تذكر من حاجة مهمة قوي، إن this subset of patients, there is a subset من مش كلهم، ممكن يبقى the eruption ده يعني يبقى العيان ده عنده latent Epstein-Barr virus infection، والinfiltrate اللي موجود اللي هو اللي احنا لسه بنقول lymphocytic infiltrate يكون يعني indicative لكده، okay؟ فالعيان ده must be followed، لان العيانين دي ممكن lately يبقى فيه coexistence of lymphomas سواء Hodgkin او non Hodgkin،
يبقى في حاجتين مهمين ناخدهم، ها، تيك اوت او تيك اوف مسجز معانا، الهيدروا نقلق من الابشن بار فيروس والليمفومز، والبوليمورفوس لايت ايربشن نقلق من ال اي، ونعمل الانتي نيوكلير انتي بودي. لو طلع بوزيتيف خلي العيان ده معاك على طول، يتابعك كل شويه، تمام كده؟ طيب نقلب على التريتمنت بسرعه. المانجمنت طبعا هندي واي سبيكترم سان بلوك وسان افويدنس، بريباريشن للعيان ده جود في من السبرينج، من قبل من اخر الشتاء كمان، بالنارو باند، ان احنا ندي دوزز سمول دوزز فراكشنيتد من النارو باند، هيعمل ثيكنينج او بالظبط كده هيزود الريزيستنس بتاع السكن لللايت. وممكن بقى خلاص حصل توبيكال اند سيستميك ستيرويدز كود بي جيفن، وانتي مالارياز. طبعا الانتي مالارياز قبل ما بنعملها لازم نعمل ايه، تشيك فور ليفر فانكشنز وفاندس اكزامينشن واي سي جي، تمام، والبالس ستيرويد واميونو سبريسيف وتريتمنت اوف ليمفوما اف بريزنت، لان احنا اتكينا على حته الايه الابشتن بار فيروس والكلام ده، تمام. طيب معرفش اذا كان هيتسع الوقت ولا لا، بس احنا هنحاول ناخد الكيس نمبر 54 years old diabetic female lesions D of years duration، هي نفسها مش فاكرة من امتى، the right foot والleft foot. تاني حد يوصف لنا الليجنز بقى. اديما of the lower limbs. طبعا انت مش هتقدر تقول pitting ولا non pitting لان you cannot feel the patient. اوكي تمام، المهم ان في اديما. اوكي وات ايلس، في بلاكس كده موجوده، وارتي نقول انها او فيروكال، تمام كده. بالذات اللي على الدورسا او ذا فيت، تمام كده. طبعا الاديما باينه هنا قوي، او الليمفيديما خلينا نقول، ها، وفي سكيلز، تمام، وإريثيما. اوكي تمام. طيب يور كلينيكال ديفرنشال دايجنوز يا دكتور محمد بقى. اللي لها اسم الليفانتيزز، ها، فيروكوزا نوسترا، برافو، ها، او ممكن تكون ايه، لايبودرماتوسكليروزز، نيكروليتيك ايكرال إريثيما، لا بعيده شويتين دي، تمام. نيكروليتيك اكرال اريثيما دي بتيجي مع ايه؟ مع الهيباتايتس، سامح، او زنك ديفيشنسي. اوكي ودي بتبقى شكلها عامل ازاي؟ سورايسي فورم. هو ده سورايسي فورم الليجنز دي؟ اي داوت، ما فيش اي علاقه بينها وبين السورايس. طيب يبقى ممكن نقول فيلاريزز، ممكن نقول كوكسي دايدو مايكوزز. حد يفكر في الكوكسي دايدو مايكوزز يا جماعه؟ مش هي بتبقى، مش ده دي فانجل انفكشن، بيبقى برضو بيدي وارتي ليجنز كده او فيروكال ليجنز على اللور ليمز، بس عادة ده هيجي يونيلاترال مش هيجي بايلاترال، صح كده؟ عشان بس ايه نحط الديفرنشال اللي ممكن يتحط يعني. والستيزز درماتايتس اللي بتيجي مع الايه؟ كرونيك فينس انسفشنسي. طيب ايه الانفستيجيشنز ممكن نعملها؟ نعم؟ فاسكولر، اللي هو ايه يعني دوبلر، وايه تاني؟ وسكين بايبسي، بالظبط كده. طيب السكين بايبسي اهي بقى، حد يوصف لنا الليجنز اللي احنا شايفينها دي ايه؟ What is this? يا سارة ايوه، ده بالليمفاتيك ستيزز يا غدود، صح بالظبط. ليه عرفنا ان هو ليمفاتيك؟ الفالف دي اهي، الفالف اولا لونه شفاف زي ما انت بتقولي، الار بي سيز مش باينه، اوكي صح. الاندوثيليال لايننج خلانا نقول ان دي حاجه ايه؟ فاسكولار عموما، اندوثيليال بقى او بلاد فيسل، المهم ان هي فاسكولار لان لها اندوثيليال لايننج، بس الفالف دي بتاعه الليمفاتيك، تمام كده، الفالف بتاعه الليمفاتيك، وان احنا شايفينها ايه، الفلويد لونه كلير، مش ما فيهوش ار بي سيز كتير. طيب يبقى في اكتاتيك ليمفاتيك فيسلز موجوده، مفيش حاجه تانية هنا، الابيديرمس ده نورمال كده يا جماعه، مش ثيكند اكانثوتيك وهايبر كيراتوتيك كده وفي هيصه كده كتير، صح، اكانثوزز وبابيلوماتوزز وهايبر كيراتوزز كل اللي انتوا عايزين تقولوه بقى، اوزز، صح. طيب وده بقى واتس ذس اراوند ذا فات سيلز او ها لوبيوز، في ايه
سكليروزنج او فايبروزس حاصل اهو. اوكي صح معايا ولا مش معايا؟ اين ذهبتم؟ معايا. طيب اوكي. طيب دي من ايه؟ حد عايز يسأل على حاجة هنا؟ ها؟ طيب الليفانتيزيز نوسترا في الركوزة ومعاها لايبودرماتوسكليروزس. ايه الليفانتيزيز نوسترا في الركوزة قبل ما الرابط يخلص؟ الليفانتيزيز نوسترا في الركوزة is a rare form of chronic lymphedema that causes progressive cutaneous hypertrophy. It can lead to severe disfiguring of the body parts with gravity dependent blood flow. طبعا دايما affecting mainly lower limbs. Various extremities can cause obstruction of lymphatics. Clinically طبعا is characterized by non-petting edema و superimposed hyperkeratosis اللي احنا شفناها دي, papulonodules, hyperkeratotic papulonodules و verrucous or cobblestone like appearance. It needs to be differentiated من الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده, الفيلاريا والكروموبلاستومايكوزس والكلام ده. طيب ايه اللايبودرماتوسكليروزس؟ ده سكليروزنج بانيكيولايتس occurring primarily in the lower legs of women older than 40 والويت بتاعها زيادة شوية above average body to mass index, وممكن تبقى bilateral بس لازم تبتدي بالليفت ليج. اذا ابتدت بالرايت يبقى احنا بنتكلم على حاجة فيها deep vein thrombosis. و those patients may have venous insufficiency this is very common و varicose veins. okay. طيب المانجمنت, طبعا المانجمنت بتاع الحالات دي طبعا very difficult واكيد مش بتاعنا, بس at least احنا ممكن نعمل لها ايه؟ نعمل لها compressive stocking و elevation, وطبعا treatment of venous insufficiency ده مش هيبقى بتاعنا احنا, بقى بتاع حد vascular. treatment is difficult as fibrosis طبعا بيبقى irreversible, بس احنا ممكن ندي حاجات تساعد زي البنتوكسفيلين, وممكن enhancing الفايبرينولاتيك activity بحاجات من الايه الانابوليكس زي الاستانوزولول 2 to 5 ملي جرامز ديلي اور اوكساندرولون. بس خلوا بالكم ان الاثنين هيباتوتوكسيك, فلازم نعمل ليفر فانكشن تيستس ونبقى العيان ده فولود اب باي ليفر فانكشن تيستس. اوكي اعتقد ان احنا هنقفل دلوقتي لان هو هيفصل. لا لسه في 1 مينيت. طب ما هي هتفصل فاحنا نعمل الرابط الجديد وخلاص. اوكي طب نقول بسرعه الكلينيكال حتى بتاعها قبل ما يفصل. ها 43 years old female, الليجن ده of 8 months duration و asymptomatic. حد يوصف لنا الليجن يا شباب؟ ها وفاء, قولي يا وفاء اتفضلي يا جميل. erythematous plaque تمام. الديستريبيوشن بتاعها واخده ايه؟ الباتر فلاي اريا مش كده؟ هي اريثيماتس ولا اريثيماتس تو بلوش كالرد او فايليشيس كالرد بالظبط يا غاده؟ اريثيماتس تو فايليشيس كالرد كده بلاك, واخده الباتر فلاي اريا اوكي والتيب اوف ذا نوز. هي اسيمتوماتيك. طب نفكر في ايه؟ ال اي او احنا قلنا بلاك واخده الباترفلاي اريا. طب بصوا احنا هو يفصل دلوقتي, فانتوا ايه فكروا شويه كده على ما ايه ما ابعت لكم اللينك الجديد. اوكي يلا. هيا يا شباب فكرتوا نجيبها تاني. 43 years old female, الليجنز بقى لها 8 months asymptomatic, واحنا قلنا انها بلاك وجاي على الباترفلاي اريا و violaceous to red in color تمام. ها differential diagnosis بقى. حد قال لي ال اي وحد قال lupus pernio تمام. systemic ال اي lupus pernio lupus vulgaris ما يمنعش برضو. اوكي يبقى كل اللوبس جبناهم. اوكي طيب هنفرقهم ازاي بقى من بعض؟ احنا فكرنا دلوقتي في حاجه sarcoidosis وحاجه systemic ال اي وحاجه tuberculosis. ها هنعمل انتي نيوكلير انتي بادي. طيب برافو. وتشست اكس راي. وايه تاني عشان الساركويدوزز؟ ماشي تيبركلين تيست, كالسيوم ليفل والاي سي تي اتش تمام. وبايوبسي صح كده؟ هي دي الحاجات اللي احنا ايه هنعملها. اوكي الاي اس ار طلع طبعا اليفيتد, وهي هتطلع اليفيتد في كل الاحوال.
الانتي نيوكلير انتي بودي طلع نيجاتيف، ذن احنا وي اكسكلودد ايه ال ال اي. تمام. طيب الكالسيوم كان انكريزد، الاي سي اي نورمال، التشست اكس راي باي لاترال هايرال ليمفادينوباثي، ليمفادينوباثي. يبقى كده احنا اكتر مع السركيدوزس. نستنى البايبسي بقى. حد غير غادة بقى، لان سهلة خالص يعني. ها جرانيلوما بالظبط كده. ليه عرفنا ازاي انها جرانيلوما؟ الهيستيوسايتس لونها بينك، و which type of granuloma؟ نودولار. نودولار ولا ديفيوز؟ نودولار اهي. اوكي افندم. هيستيوسايتس مينلي، وفيها يعني ايه فيو لينفوسايتس، يعني تعتبر نيكد نيكد تيوبركلز. طيب هل في حاجه سبيشال ستين عشان نطمن اكتر؟ ايوه برافو. مين اللي قال ريتيكولين ستين؟ دكتور محمد علم ولا محمد علام؟ تمام بالظبط كده، ريتيكولين ستين وطلع بوزيتيف. طيب يبقى احنا عندنا حاله لوبس بيرنيو، طبعا كلنا عارفينها، بس الحاجه اللي عايزه اعمل ستريس عليها ان امبورتنت تو ميك ذا كوريكت دايجنوزز هنا بالباثولوجي، لان الساركويدوزس should not be treated with laser even pulsed dye laser as ulceration is common to occur. على فكره برضو ده كومن سايت للروزيشيا، الجرانيلوماتس روزيشيا، صح كده؟ يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تتعالج من الحاجات دي بالليزر هي الجرانيلوماتس روزيشيا، صح كده؟ otherwise الحاجات الباقيه دي كلها ملهاش علاقه خالص بالليزر، والتريتمنت بتاعها هيبقى ديفرنت. يعني احنا في الساركويدوزس هنعالج بالايه؟ بالسيستميك ستيرويد او الاميونوسبريسيفز. لو احنا بنتكلم على لوبس فالجاريس يبقى احنا هنتكلم على المالتي دراج ثيرابي زي ما عملنا في الحاله بتاعه الاسبوع اللي فات. اوكي، ولو احنا بنتكلم على ال اي طبعا التريتمنت هيبقى انتي مالاريال وسيستميك ستيرويدز. معايا يا شباب؟ اوكي. الحاجه الوحيده الجرانيلوماتس روزيشيا، واللي هي برضو ده this is a common site ليها، هي اللي ممكن تحتاج ليزر. اوكي، ففي ناس بقى تتسرع وتقوم مديها عامله ايه، نقول لك بالس داي ليزر على اساس ان هو لونه احمره، طبعا ده هيعمل ulceration وده ممكن ايه يورسن الدايجنوزس بتاع الساركيدوزس. طيب عارفين المانجمنت بتاع الساركيدوزس مش محتاج كلام. نيجي للنكست كيس، دي حاله سهله. 50 years old female, lesions دي on both breasts of 6 months duration. حد يوصف لنا الليجنز يا شباب؟ لا سارة علي صوتك معلش بليز. ايفوري وايت بلاكس بالظبط، وذ ارثيمتس باك جراوند. تمام، موجودة على البريستس، على البوث بريستس، وعلى الايه الاريا اندر ذا بريست كمان. تمام، لو تاخدي بالك صح. طيب even the genitals are affected. ها نفس الايه الايفوري وايت او البورسلين وايت كولورد بلاك. اوكي، وذ اتروفي، موجودة على الايه اراوند او على الجينيتالز عموما ان ذس فيميل. سهله خالص. واتس يور كلينيكال ديفرنشال دايجنوزس؟ لايكن سكليروزس اي اتروفيكس. برافو. ممكن يتحط المورفيا يعني؟ اوكي، يعني بس عشان نكمل الايه كلينيكال ديفرنشال دايجنوزس. وعلى فكره بوث كونديشنز كود بي كود كو اكزيست توجذر. تمام، فمهم ان احنا ايه لازم ندور على المورفيا لما نلاقي ال اس اي اي. طيب اني انفستيجيشنز تو بي دان في حاله زي كده؟ بايوبسي. بايوبسي يا شباب، ده البايوبسي بتاعها. حد يوصف لنا بقى الليجنز اللي موجوده كده؟ ايه اللي هنا ده؟ إديما اوف ذا ابر ديرمس. اوكي، شيفتنج اوف ذا بلاد فيسلز اوف ذا سوبرفيشال بلكسس. شيفتنج، تنزل لتحت مكانها المفروض هنا، تنزل هنا. ده فيري كاركترستيك ال سي اي. تمام كده، ومعاها فاكيولر التريشن لو احنا شايفين، واتروفي اوف ذا ابيديرمس. شايفين الابيديرمس ستريت ازاي؟ اوكي، في افيسمنت كده وستريت، وفي فاكيولر التريشن. ده ذس از ذا بيك ذا تيبيكال بيكتشر اوف ال سي اي. طيب ايه ال سي اي؟ ذس از ا كومن كرونيك سكين ديزيز، احنا بنشوفها على فكره كتير. ذا موست اوفن افكتد موستلي افكتد الجينيتاليا والبيري انال ارياز. اللايكن سكليروزس كان ستارت ات اني ايج، حتى شفناها في اطفال صغيرين، يعني بنات عندها 8 سنين و9 سنين لو تفتكروا.
بس هي common اكتر في ال females over 40 وال prepubertal children، يعني ده وده the two ages الايه ال polar ages اللي بتيجي فيها. طيب it's 10 times more common in females than in males، زيها زي اي ايه connective tissue disease. 15% of patients او autoimmune عموما have a family member of lichen sclerosis. The cause of lichen sclerosis is not fully understood، مش معروف ايه السبب، ممكن يكون hormonal، ممكن يكون genetic, irritation, traumatic, infection, whatever. Classified as autoimmune طبعا. The extracellular matrix one antibodies have been detected 60 to 80% في الليجنز اللي موجودة على الفالفا. Antibodies to another unknown proteins ممكن تبقى present. However, these antibodies could be epigenetic، يعني result of the disease، مش هي the cause of the disease. الميل جينيتلز ممكن برضو يبقى افكتد، بس بالذات في الانسيركمسكرايبد ميلز. اوكي، الاول حصل له سيركمسكريبشن ليتلي، سيركمسكرايبد افتر انفانسي، يعني الايرلي سيركمسكريبشن اوف ميل هيخلي البوسيبيليتي بتاعه اللايكس كروز اي اتروفيكس ريموت فور ميل. اتس كومن ان نون او انسيركمسكرايبد ميلز. As onset in females is commonly postmenopausal، وما قال لك ممكن يكون الاستروجين له علاقة، تمام كده؟ طيب الاكسترا جينيتال ملهاش أي علاقة بقى بالهرمونز، refers lichen planus على other areas، هي ممكن تيجي في أي area، بس هي من الكومن سايز بتاعتها البريست، ممكن تيجي على الأبدومن، وفي حاجة كومن ليها إن إحنا بنلاقي إيه؟ هي مش موجودة في الصور هنا، بس أنت شفناها كتير، هي شباب بيبقى فيه إيه؟ follicular plugging، بالظبط كده. Only 6% of men and women with extra genital lichen do not have genital lichen. بيقول لك ان دايما الجينيتال هي الاساس. One or more porcelain white colors، سيبك سيبك، المهم الهير فوليكلز احنا قلنا عليها اللي هي البلاجنج، الكيراتين بلاجز. ممكن يبقى فيه بروزز وبلاسترنج، لان طبعا الثينينج اللي حاصل في الابيدرمس هيخلي البروزنج يعني سامبل يعني easier to happen. طيب احنا نخاف من ايه في حاله زي كده يا جماعه؟ ايه؟ كرونيك سكار ممكن يحصل لها سكويماس سيل كارسينوما، اهم حاجه اهم حاجه. اوكي، وانا بنفسي شفت حاله قبل كده كانت بيشنت عندها لايكس كروزز اي اترافيكس، وافتر 2 تو 3 مانثس بس شي ديفلوبد سكويماس سيل كارسينوما. تمام، فمهم جدا ان انت تاخد بالك من الكير بتاع بالذات الجينيتال اريا، الاريا دي بالذات تاخد بالك منها قوي في اي تشينج يحصل فيها. وطبعا ابتدي يعني هارشلي ببوتنت توبيكال ستيرويد as early as you can. اوكي، طيب يبقى البيشنت وذ لايكن سكليروزز قلنا في ناس قالت ان ممكن كانديدا والهربس سمبلكس الحاجات دي الانفكشنز تبقى مور كومن عندهم. اهم من الانفكشن والكامل فارغ ده السكوماس سيل كارسينوما والهاي جريد سكوماس انترا ايبيثيليال ليجنز. يا فندم في حاجه؟ في صوت مزعج عندي انا ولا عندكم انتوا؟ يعني عندكم كلكم سامعينه يا شباب؟ خلاص كده راح. طيب الهاي جريد سكويماس انترا ايبيثيليال ليجنز والسكويماس سيل كارسينوما اكتر حاجتين نقلق منهم. اوكي، التريتمنت او المانجمنت توبيكال بوتنت ستيرويد، طبعا ده دراج اوف تشويس، وحاجتين بس في الجلديه لما ندي فيها بوتنت توبيكال ستيرويد وندي كوناكومب واحنا مرتاحين كده محدش يقدر يفتح بقه معانا، اللايكن سكليروزز. وايه تاني يا جماعه؟ والديسكويد ال اي، والديسكويد ال اي بالظبط كده. الاذر توبيكال ثيرابي ممكن ندي ايه؟ حاجات زي الكالسينيورين انهبيتورز، ممكن الاستروجين لان احنا لسه قايلين انه بيجي في البوست مينوبوزال والبري بيبرتال، فممكن الاستروجين يبقى له رول، يعني ات ويل يعني ايه يعني خلي البروجنوز بتاعت الحاله بيتر. اوكي، ده توبيكال يعني مش سيستميك. توبيكال استروجين ابلكيشن، الكريمز اللي فيها استروجين. اوكي، بس وطبعا ممكن يبقى محتاج تدخل جراحي لو الموضوع لو هو ميل هنعمل له سيركمسيجن، لو هي في ميل وعندها ادهيجنز حاصله هيعملوا لها تسليك يعني. اوكي، يا اما سمبل بيرنيوتومي يا اما بيرنيوبلاستي. طيب دي حاله سهله جدا 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 بقى. اوكي، ليجن اون ذا ابدومن اوف 34 years old female of 7 months duration، مش محتاجه كلام بقى، close a view. حد يوصفها؟ طيب باتش بالظبط، violaceous to brown pigmented
with mild erythema كده في ال periphery، صح؟ في mild erythema كده في ال periphery. طب ها الديفرنشال بتاعك ايه لو كان في ده؟ هي حاجه واحده تتقال يعني. فيكس دراج ايربشن بالظبط كده. لو فكرنا في حاجه تانية هتبقى ايه؟ بوست لايكن، مش هتيجي حاجه تانية يعني. اوكي بس ده فيري يعني ايه ديفينيت دايجنوزز وحاجه كده سبوت دايجنوز فيكس دراج ايربشن. طيب ايه الانفستيجيشنز ممكن نعملها؟ ناثينج غير البايبسي. ده الاولد ليجن اللي احنا زي اللي احنا شايفينها كده هتبان كده، بس عندنا ايه ميلانو فيجز. اوكي بس ميلانو فيجز ناثينج مور. لو هي ايرلي بقى هيبان فيها ايه؟ ايه ده يا غاده؟ ها انترفيس درماتيتس with band like infiltrate of lymphocytes ونكريتك كيراتينوسايتس اللي هي دي يا وفاء، مش كده وفاء اللي بتتكلم صح؟ وفاء ولا ساره؟ نكروتيك كيراتينوسايتس اللي هي دي. اوكي لان this is an acute condition فهيبقى فيها نكروزز في الابيدرمس، وعندنا فاكر التريشن مور اور ليس بس مش بروميننت قوي زي اللي في اللايكن، وهيبقى فيه باند لايك انفلتريت ان this is an interface dermatitis. تمام fixed drug eruption هي عباره عن a distinctive type of cutaneous drug reaction characteristically recurs in the same location upon re-exposure to the same offending drug. فمهم جدا ان احنا نعرف الoffending drug. لسه الصوت الوش موجود يا شباب ولا راح؟ الصوت كويس كده دلوقتي؟ راح يعني كان موجود من شويه. اوكي طيب I won't move the mic بقى. طيب الموست انكريمينيتد دراجز طبعا الانتي بكتيريال ايجنتس وموستلي اللي هي ايه السلفاميثوكسازول تريميثوبريم تتراسايكلينز بنسلينز كينولونز دابسون والنون ستيرويدز. المانجمنت ايدنتيفيكيشن اهم حاجه اوف انكريمينيتد دراج وبوتنت توبيكال ستيرويد فور لوكالايزد ليجنز او سيستميك اذا لقيت فيه مالتيبل ليجنز. دي بقى this case is for you to take home. يا جماعه ركزوا معايا، انا كنت اتفقت معاكم ان انا هعمل لكم كيس كده فور يعني ريفريشنج يور نوليدجمنت، مش هن ديسكاست ذس يعني توداي يعني او ذس ليكتشر، هنتكلم عليها المره الجايه كده بسرعه. اوكي هوريكم الصور، محدش يفتح بقه. اوكي خدوا الصور كده بالباثولوجي بالاسئله حطوها عندكم، والمره الجايه ان شاء الله نتكلم فيها وان كانت يعني سهله بس يعني ايه تو ريفريش يور مايند. كلينيكال برزنتيشن الليجنز دي سينس ايرلي تشايلد هود على الفور هيد وعلى الترانك. تمام تيك يور تايم بس محدش يفتح بقه، وهلا انزل لكم اللينك برضو على الشانل عشان اللي عايز يبص عليها تاني. ده الباثولوجي بتاعها ومش مش هفتح بقي انا كمان وانتوا هتبصوا وهتقولوا بقى ايه مع نفسكم. الاسئله دايجنوزز الايتيولوجي اند باثولوجي المانجمنت والكومبليكيشنز. اوكي diagnosis etiology and pathology management and complications and finally thank you. في اي اسئله غير الحاله الاخرانيه؟ في اي حاجه من اللي فات فيها اسئله؟ اوكي طيب خلاص. اوكي المره الجايه ان شاء الله هنجاوب على الحاله الاخرانيه وهيبقى في برضو حاله كده for a discussion. تمام واللي عايز يسالني حاجه privately مفيش مشكله. اوكي واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا مع السلامة، استودعكم الله، باي باي، مع السلامة.